السلام عليكم خوتي، ابراهيم باسمي من مونتريال. جيت في سانت كومبلكس ويليام في كندا، جيت مونتريال. دونك اليوم خوتي حبيت ندير هذا الميساج سبيسيالمون خوتنا المغاربه وخوتنا الجزائر. خوتي فوالا، اليوم راني في التدريب في الصاله تاعي، راني مع الاخ زكريا من المغرب، وانا ابراهيم من الجزائر. دونك فوالا يا خوتي، باش نوريكم كيفاش نلمد على الاخوه المغاربه، كيفاش حنا في الغربه كيفاش رانا متحدين، وانا نشرفوا بلادنا العرب، وشرفوا الجزائر، ونشرفوا المغرب. دونك اليوم حبينا نتكلموا شويه على المشكل اللي راه في بلادنا، والمشكل اللي راه في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد. سي ابراهيم، انا كنعرفو دابا جو فيتك واحد 8 سنين ولا 9 سنين. الحمد لله كنتلاقاو في دي كومبيتيسيون، وكنتلاقاو في دي زونترينمون. كما كيقولوا خاوه خاوه، ما عمر كان شي عداء، ما عمر كان شي هضره ناقصه ولا شي هضره طايحه ولا هذا. فبصراحه حنا كنتمناو هادشي هذا اللي كنعيشوه، حنا كنعيشوه كاخوه، يترونسفيرا لهاد الناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي اللي باركين على الفتنه وباركين على التخويض وهذا. فنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ربي يهديهم، وخصهم يعرفوا واحد الحاجه، بانهم غادي اي واحد كيتحاسب على داكشي اللي كيقول. التواصل الاجتماعي اي حاجه كتقولها كتكتب عند الله سبحانه وتعالى، درتي واحد الفتنه غادي تحاسب عليها ربي يوم القيامه. فلذلك نتمنوا الله سبحانه وتعالى ربي يهديكم، وديروا عقلكم في راسكم. وحنا راه الحمد لله راه شعبين، ما بيناتنا لا عداوه ولا حتى شي حاجه. الله يجزيكم بخير، ديروا بهذا الكلام هذا، وكل واحد يلتزم حدوده، وكل واحد يلتزم المسائل ديالو. ونخلي الكلمه السيده. لكن خوتي هذه يا خوتي الاخ زكريا وخونا خونا، صافي مده ديجا برسك 10 عام، ونتعاملوا اونسومبل، نتلاقوا اونسومبل، ونديروا دي بوكسور، نديروا دي بوكسور، دي كرون بوكسور، دي بوكسور اجيال دو او نيفو، دي كرون شامبيون دو موند، جازو لدينا كيما ستيفان ادونيس. كيمشيو ميريكاني بوكسور، كيمشيو بارتو في لو موند بوكسور. كيما ستيفان ادونيس، كيما لوكا، كيما دورين، كيما جون باسال، كيما ولدي بنيامين، كيما ابو ساكو، تو دي بوكسور بروفيسيونيل جازو لدينا. وتعاونا عليهم يد الجزائريه ويد المغربيه. واليوم ماذا بينا احنا نبقاو نحبوا نديروا هذيك اللمه هذيك باش نجوا للمغرب، نجوا نديروا لي كومبيتيسيون في المغرب، ونجوا عندنا للجزائر، ونبعدوا على هذيك الفتنه، ونبعدوا على هذيك المشاكل اللي كل يوم واحد كيدخل الفيسبوك حتى يحشم بيكون يحس روحو بلي هو مسلم ولا هو عربي، ولينا نتهربوا من واحد يتهرب على الاخر. لا يا خوتي، لازم نتلموا كما نتلموا انا مع خويا زكريا هنا في الصاله تاعنا تاع الكومبلكس سبورتيف اللي انا في امريكا، نشرفوا للعرب، بلاد العرب، بلادنا. اليوم ماذا بنا تتحدوا بيناتكم وتفاهموا بيناتكم، وتخلوا الشعب يعيش لاباس به، والشعب يتخاوى بيناتهم. وماذا بنا نرفعوا الرايه تاعنا، ونرفعوا الرايه تاع المغرب، والرايه تاع تونس وليبيا، كل المغرب، ونبعدوا على هذيك الفتنه يا خوتنا يا خوتي. دونك هذه هي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير، وان شاء الله نجوا وبلادنا تسقم والمغرب تسقم، ويتفاهموا بيناتهم ويتخاووا بيناتهم. وهذا عيد هو شير، انا في رمضان ان شاء الله. رمضانكم مبارك، وكل ان شاء الله كل مسلم، كل بالعالم العالم يعيد ويعقب رمضان تاعو كما يلزم الحال، بالصحه والهنا، وربي يحفظكم ان شاء الله. رمضان مبارك سعيد. السلام عليكم خوتي، وان شاء الله كما خويا زكريا وابراهيم عادوا المغرب، نتحدوا بيناتهم. هيا.